دلوقتي بنات نبدأ مع بعض lesson division of two rational numbers. To divide two rational numbers a over b and c over d, يبقى عندي condition ان لازم الفراكشن c over d يكون not equal zero. هو بيقول لي a over b divided c over d. طب انا ما عنديش حاجة اسمها divided، امال انا بتعامل مع ايه؟ بتعامل مع المالتبلاي. طيب في الحالة دي اعمل ايه؟ انا هخلي الفيرست فراكشن يكون زي ما هو as it is. طيب والdivided هحولها تبقى مالتبلاي. طب ايه هيحصل تاني بما اني حولت الdivided تبقى مالتبلاي؟ هخلي second fraction ده اجيب منه المالتبليكاتيف انفرس، يعني انا مش هاخده هو نفسه، انا هجيب its multiplicative inverse. اوكي تعالوا نشوف مع بعض example ده. 3 over 5 divided 2 over 7 ال first fraction هيحصل له ايه؟ as it is. ال divided هتبقى by ال second fraction هنعمل فيه ايه؟ هنجيب له ال multiplicative inverse، فبدل 2 over 7 يبقى انا هعمل multiply 7 over 2. Calculate the value of each of the following, then put the result in its simplest form. 4 over 5 divided 3 over 7 زي ما قلنا ال first as it is، ال divided تبقى by، ال second fraction يبقى بجيب له ال multiplicative inverse وبشقلبه، تبقى 4 over 5 multiply 7 over 3. تمام، انا كده بقى عندي multiplication العادي اللي احنا عارفينه. طيب في الحالة دي اعمل ايه؟ 4 by 7 28، 5 by 3 15. يميس لو حطيتها على الكالكوليتر هتطلع لي كده، هتطلع لي كده. ممكن تعمليها كده في complete او في choose، بس لو عندك steps في سؤال steps لازم نعمل steps دي. الdivided تبقى multiply والsecond fraction ما جيب له multiplicative inverse، وانت لازم تكوني فاهمة الconcept بتاع الليسون. طيب 0 divided 3 over 5، 0 divided any number أو 0 multiply any number equal 0. Letter C. 3 over 8 divided negative 7. هو إيه negative 7 ده يا بنات؟ ده negative integer number. أوكي طيب بما إنه negative إحنا قلنا positive integer number والنيجاتيف انتجر نمبر وقلنا الناتشرال نمبرز، قلنا الناتشرال انتجرز كلهم كانهم ريشنال نمبر يعني في شكل فراكشن. طب ازاي؟ ان الدومينيتور بتاعهم هو موجود بس بوان، فالوان مش بنكتبه، يبقى هما اوريدي الزد والان بيلونج تو كيو اللي هي الريشنال نمبرز في شكل ايه؟ ان هما مش بيكون عندهم دومينيتورز، بس احنا عارفين ان هما عندهم دومينيتورز بس الدومينيتورز بتاعهم 1. تبقى 3 over 8 divided negative 7 over 1، اما شقلبه هيبقى negative 1 over 7. ونمشي نفس الستبس بتاعت الملتبلاينج، 3 by 1 ب 3 و 8 by 7 56. طب الساينز فاكرين قلنا ايه؟ لو الساينز different تبقى negative، لو الساينز similar يبقى positive. هنا واحدة positive واحدة negative يعني الساينز different، so تبقى الريزلت عندي بالنيجاتيف. طيب ميكسد نمبر، تعالي نحطه على الكالكوليتر ونظبطه. 5 باي 2 10 بلس 1 11 تبقى 11 اوفر 5، 2 باي 5 10 بلس 1 تبقى 11 اوفر 2. طيب وبعدين انا عندي نيجاتيف وبوزيتيف، طيب ديفرنت ساينز يبقى احط نيجاتيف. الفيرست ينزل زي ما هو، الديفايدد تبقى مالتبلاي، السكند فراكشن بعمل له ايه؟ بجيب له المالتبليكيتيف انفرس يعني بشقلبه. طيب 11 و 11 تروح مع بعضها تبقى نيجاتيف 2 اوفر 5، او ممكن تحطي الفاليو وبعد كده تعملي سمبليفاي. تمام، تعملي نمريتور باي نمريتور، دومينيتور باي دومينيتور، وبعد كده تعملي سمبليفاي. كالكوليت ذا فاليو، دي بقى فيها مالتبلاي وديفايدد توجذر. نمشي حاجه حاجه، الاول هنخلص البراكت اللي عندي. اول ما تلاقي عندك براكت على طول روحي على البراكت خلصيه. ده ميكس نمبر هنظبطه، 3 باي 1 3 بلس 2 5 تبقى 5 اوفر 3، 3 باي 4 12 بلس 2 تبقى 14 اوفر 3، 9 باي 6 15
54 plus 1, 55 over 9. Okay, طيب negative و positive في المultiply negative و positive تبقى sign عندي different تبقى حط negative. طيب 5 by 14 over 3 by 3 اللي هي 9 يبقى 70 over 9 بالنيجاتيف divided 55 over 9. الdivide بقى أعمل فيها إيه؟ الفيرست فراكشن as it is الdivided تبقى multiply السكند فراكشن هنحوله ونجيب له multiplicative inverse تبقى multiply 9 over 55 على طول 9 over 9 تروح ودي تبقى 70 over 55 ونجيب لها simplify تبقى negative 14 over 11. if x equal 3 over 2 والy equal negative quarter and that equal negative 2 بيقولي find the same rest form of the numerical value of the following x plus y over z. تعالوا نجيب اول النمريتور x plus y يعني 3 over 2 plus negative quarter مفروض يكون عندي unit dominator نظبطها نحطها ممكن على طول يا بنات نعمل ايه مش هنعمل steps دي على طول نحطها على الكالكليتور كده وهنجيبها 5 over 4 بعد كده نقول له استنى هو انت عايز x plus y divided z خلاص انا خلصت البراكت ده خلصت النمريتور ظبطته يبقى 5 over 4 divided negative 2 اللي هي كأنها negative 2 over 1 واحنا شرحناها قبل كده طيب ايش اقلبها تبقى negative half يبقى 5 over 4 divided تبقى multiply و multiplicative inverse بتاعها يبقى negative half يبقى equal negative 5 over 8. مرسي يا بنات.